نتكلم شوية كمان على موضوع الدراما في الأساس. إيش اللي ينقص يا عبد الرحمن؟ إيش اللي ينقص الدراما اليمنية الصدق يعني علشان تخرج من المحلية؟ كتاب سيناريست وقصص، يعني هذا أهم ركيزة. يعني إذا في يعني كتاب سيناريست متمكنين وكذا، فهو تنتقل يعني من المحلية إلى العالمية. على فكرة في كل حلقة نتكلم ويقولوا كتاب، أين الإشكالية؟ الكاتب ما يوصلش وإلا المنتجين ما يدوروش على الكتاب، وإلا أصلا إحنا عندنا شحة كتاب، إيش المشكلة؟ هذا الذي هو المنتجين ما بيدورش على كتاب، في كتاب على مستوى يعني عالمي بيستلموا جوائز عالمية، يعني يمنيين عندك العجل المريسي يعني حاصل على 7 جوائز يعني أفلام اشتروها منه يعني بمبالغ، فما حد يتلوه لهم هؤلاء. فيعني أتكون نقلة قوية يعني للدراما اليمنية، مبدعين. فتحي إبراهيم، أنت يمكن عاصرتي كثير من أشكال الدراما ابتداء بالشكل اللي كان أقرب إلى التهريج اللي لازم يكون المشوهين والمعوقين والمدري إيش ومرورا بأشياء كثيرة. لا تقولش ابتداء، هذه نهاية الآن، أما من أول أو من أول كانت الدراما دراما. الآن بدأوا المشوهين وبدأت حكاية أن الفن أصبح يشتوا كلهم ستاند أب كوميدي ويشتوا سريع 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 سريع. زمان كانت دراما دراما صدق. أدي ناقصنا إحنا الإنتاج، الدعم المادي، اللي يخرج لا خارج، يعمل توزيع، يعمل نهضة للفن اليمني، ما هوش موسمي لأن الراعي جاء موسمي. الرعاة ما بيرضوا شيء يدعموك طول السنة مسلسلات. أنت لو معك طول السنة مسلسلات وتقوّت القصة عندك وابتنت حبكات يعني جميلة في القصة بتخرج، لكن أنت تشي موسمي في رمضان وتشي تخرج بس من رمضان لرمضان متى؟ خالد. أنا بس كنت أشي أعقب على سؤال مهم اللي سألت عبد الرحمن، أقول كتاب السيناريو. للأسف في اليمن وصلنا لمرحلة إنه الممثل يكتب لنفسه، وهل وأنا كتبت بعضها لنفسي، فأنا أرى إن فيها غلط خطأ كبير. ليش؟ لما تكتب لنفسك بأنانية تنجم نفسك وتنهي اللي حولك، تنجم نفسك ما تكتب للآخرين، يعني تنسى المسألة اللي أنت ماشي فيه. لذلك أنا أنصح كل زملائي وأنا أولهم إنه يعتمد على ورش العمل. أسامة نور عكاشة في آخر أيامه كتب افضل روايات المسلسلات المصريه، لا الحلميه الى الحلواني. فلما يكتبوا يعتمدوا على شيء، يجيبوا شاب ورشه عمل ويقيسهم ويكتب معهم ويطلع عمل جميل جدا. يا سيدي تكاملي. وزي ما قلنا تشجيع الكتاب، تشجيع الكتاب يمين يكتبوا من خارج الوسط الفني. والله يبيع عمال، مش ضروري احنا نمثل ونكتب احنا ونخرج. والله في اعمال سواء من الدوله سواء من الرعاه، انه اذا دعموا ماديا وحركوا عجله الانتاج شركه الانتاجيه تشتغل. طبعا الاستاذ وليد العلفي مثلا اقول لك مثلا من ايش عانى في بصراحه، ايش عانى في العمل هذا؟ النص. بعد التغيير اللي حصل بعد الهند وتغيير مسار النص المشاركي، فهذه الصعوبه. فاحنا كنا نهاجم وليد يعني انه امامنا القائد مخرج، ولكن في الاكمه ما وراءها يعني. تحية على فكرة غربة البن. تحية للأستاذ وليد، الله يستر كل خير. غربة البن أثبتت إنه ما في شيء مستحيل، يعني من نص شعبان إلى نهاية رمضان شغل على مدار الساعة، ما في شيء مستحيل أمام الإنسان اليمني وكل يوم والفنان وكل اليمني. يوم جبن وطعمية. خالد إيش في؟ وفي سكر وأنا أكرجت بجولي جميل. ما أرضي شكر أنا في اليوم بسكر مشتيش. خلي يفتهن. ونادر الدتا من هؤلاء أسمع لك. معي طلب ممكن دتا ولي زي ما لا ما بش. أي حق عبس أنا ما شلت. أنت صايم. أنا صايم. نسوم الست البيض يلا نسوم الست البيض.